الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. المجلس الثقافي اليوم هو الغاية منه طرح أسئلة. أسئلة أفرزتها السنوات الماضية التي عاشتها تونس وعاشتها البلاد العربية. عندما تمدد الفكر السلفي، الفكر المحافظ، تمدد شعبيا على نطاق واسع جدا جدا، مما جعل المشروع التحديثي العربي الذي ظهر في القرن 19 محل تساؤل: هل أن هذا المشروع فشل وانتهت صلاحيته، أم أنه ما زال قادر على الاستجابة لما يفرضه العصر من تحديات؟ إن كان فشل، ما هو البديل؟ هل سيكون البديل محافظ تقليدي وسلفي كما تطرحه التيارات الجديدة التي رأيناها، جديدة قديمة التي شاهدناها في العشرية الأخيرة، أم أن البديل سيكون شيء آخر؟ المهم في هذا المجلس هو لا يقدم حلول بل يطرح أسئلة ويدفع المثقفين والفنانين والكتاب إلى التساؤل والتفكير في مشروع فكري ثقافي جديد قادر على الاستجابة لما يتطلبه العصر اليوم من تحديات خطيرة ومهمة، خاصة تحدي الثورة التكنولوجية والتي يعيش اليوم العرب والمسلمون على هامشها، مثل ما عاشوا على هامش ثورة صناعية في القرن 19 ودفعوا الثمن وفتحوا الأبواب للاستعمار الغربي. اليوم من جديد هناك ثورة تكنولوجية في العالم ونسق سريع لهذه الثورة، في حين نحن نستهلك ما ينتجه العالم الغربي من اختراعات تكنولوجية جديدة. فالمطلوب هو التفكير بشكل جدي حتى نتجنب ما حصل لنا في القرون الماضية، لأنه الذي لا يعرف التاريخ سيعيد أخطاء الماضي. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.